مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر اللي كنتواجدوا فيه في محيط مركب محمد الخامس. أجواء ممطرة في مدينة الدار البيضاء، وهذا الشيء ما مناش الجماهير الودادية اللي غادي تشاهدوا الآن، يعني الوفاء ديالها والحب ديالها للفريق ديالها. أمطار ديال الخير، الحمد لله على نعمة الله، ولكن نتمناو كل الصحة والعافية إن شاء الله لجميع الجماهير. فالآن غادي تتابعوا معنا هادو رجال ديال الامن، وهادو كذلك الجماهير ديال الفريق الوداد البيضاوي. الامطار ديال الخير قلت كتهاطل على مدينه الدار البيضاء بشكل كبير، والحمد لله هادشي ما مناش الجماهير من التواجد في محيط مركب محمد الخامس من اجل تشجيع الفريق ديالها. فاللي غادي يجي اليوم يشاهد الفريق ديالو، كنتكلموا على الوداد، فهو محب للفريق لدرجه الجنون، لان امطار ديال الخير كانت قويه وقويه جدا. ربما حتى هاد الامطار غتكون سبب من الاسباب، الا ما كانش الملعب ممتلئ الاخر ديالو فغادي يكون فقط بسبب هاد الامطار والجو الممطر اللي كيعيشو المغرب الحمد لله في هاد الايام. هنا كنقومو فقط يعني بواحد الجولات خفيفه في محيط مركب محمد الخامس، لانكم نتوما تعودتوا دائما على قناه شوف تيفي كتشوفوا اللي ما عمركم ما شفتوه، الكواليس اللي ما غاديش تشاهدوها في مركب محمد الخامس كتشاهدوا او عبر التلفاز عفوا كتشاهدوا على قناه شوف تيفي. فانا غادي نقربكم اكثر من الصوره، لأن جميع الأزقة أغلبيتها مغلقة من طرف رجال الأمن. شوفوا كيفاش فبموازاة مع هذه المقابلة، هناك مقابلة أخرى تجرى في مدينة تطوان كتجمع فريق الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني. كانت هناك ضربة جزاء لم يتم إعلان عنها من طرف الحكم، لأن قصد اللاعب الهبطي لفريق الرجاء البيضاوي. الأجواء اللي كتجرى فيها المقابلات اليوم، كنتكلموا على مقابلتين اللي كان، لان الفريقين كانوا ملتزمين بمقابلات عصبه الابطال الافريقيه. فاجواء ممطره، قلت بان مركب محمد الخامس الى ما كانش ممتلئ اليوم كيف العاده فبسبب الخير اللي كيتهطل اليوم على مدينه الدار البيضاء وعلى جميع المدن المغربيه. امطار ديال الخير الحمد لله مهمه ومهمه جدا كتشهدها مدينة الدار البيضاء بالأخص. أنا معكم وكنقربكم أكثر يعني من الصورة باش تعرفوا اللي كاين. هذا حنا كنتواجدو الآن في شارع سقراط، هذو من الشوارع الرئيسية المؤدية لمركب محمد الخامس. واحد الموضوع كنقرا بعض التعليقات، كيقولوا علاش ما كتكلموش على فضيحه مونديال قطر، الفضيحه ديال بعض المسؤولين اللي كيتواجدوا على راس المكتب المسير لفريق للمنتخب الوطني. فالكل يعلم بان كانت هناك خرجه اعلاميه لرئيس الجامعه الملكيه، قال بان هناك اجل ديال 10 ايام من اجل اعطاء كل التفاصيل اللي كتواجد عند رجال الامن. احنا الان يعني ربما تجاوزنا الوقت المحدد يعني بشهور، ومازال حتى احنا بدورنا في انتظار الاخبار، لان كانت واحد المساءله ديال
رئيس الجامعه قال بان التحقيق مازال ما انتهاش وما يمكنش يعطي تفاصيل على الواقعه اللي وقعت واللي تم فيها للاسف استغلال التذاكر اللي كانت موجهه فقط للمواطنين بالمجان. فتم المتاجرة في دوك التذاكر وحنا كنا حاضرين من قطر، وانا شخصيا حضرت وشاهدت ما وقع، من اخص بعض الجمعويين اللي ما فهمتش كيفاش مشاو تما وكيفاش ولاو عندهم الحق انهم يتحكموا في المغاربة هناك في قطر. كنت وجهت بالليل مشات لي ديك المدينه الملعب الجنوبي، نعم الملعب الجنوبي، لان هناك مغاربه مشاو بساعات من اجل اخذ التذكره ديالهم. فلقيت تما لقيتش اشخاص للاسف، شكرا. قلت لقينا اشخاص هما اللي كيتحكموا في المغاربه ووقفوا هنا اجيو هنا. هذوك الاشخاص اللي كانوا خارج الملعب الجنوبي هناك في قطر، فاش دخلت للملعب لقيتهم واقفين بجانب السيارات ديال السيد محمد بودرقه العضو الجامعي. ما عرفتش واش غادي نقدروا ندخلوا ولا ما نقدروش ندخلوا. سلام مرحبا. صحافي باغي ندخل. والله ما كنسمعش غير شويه ضربي بالبرد ضربي. لا واحتراما لرجال الامن. الله يكبر بك، شكرا. اذا قدرنا اننا ندخلوا باش نقربكم اكثر الى من الاجواء ديال مركب محمد الخامس، ولو ان هناك امطار ديال الخير فالجماهير مازال كتوفد من اجل تشجيع الوداد اليوم ضد فريق اولمبيك خريبكة اللي كيعيش ازمه نتائج ومهدد بالرجوع للقسم الثاني مناصفه مع اولمبيك خريبكة. امطار ديال الخير تبارك الله كتساط على مدينه الدار البيضاء، ولكن هاد الجماهير ما كاين اللي غادي يحبسهم وما كاين اللي غادي يمنعهم، لانهم محبين بطريقه جنونيه لفريق الوداد البيضاوي. حمزه وقف صاحبي، انا نزلت من طور البيضاء وصلني ما قلت له الله يحفظك، انا قدام واحد شويه قريب ليا خويا حمزه. الله مشك. اسمح لي وصافي.
إذا حنا غادي نقربكم كذلك حتى من الأجواء اللي كتوجد فيها المنطقة المفضلة للجماهير الودادية والمعروفة بفريميجا، هي هذه اللي كتشاهدوا أمامكم. فنزيدو نقربكم من العملية للدخول الجماهير للملعب. انطلقت، وباش نذكركم اكثر بان المدخل رقم 6 فهو مغلق وممنوع على جميع المشجعين لدى الفريق الرجاء ولدى الفريق الوداد، لان هناك اخبار من طرف الجماهير وبعض الفيديوهات الموثقه كتقول بان ربما هناك شقوق في المدخل او المدرج رقم 6. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، فغادي نوصل لنهاية هذا المباشر باش ننتقل لزاوية أخرى من مركب، كذلك من أجل تقريبكم من الأجواء اللي كتشهدها المحيط ديال مركب محمد الخامس. المقابلة اليوم غادي تجرى الساعة 8:30 مساء، هناك مقابلة تجرى الآن ربما بداية الشوط الثاني هناك في مدينة تطوان، المقابلة اللي كتجمع تطوان مع فريق الرجاء. النتيجة ما عرفتش لان كانت هناك ضربة جزاء وتم تراجع عنها من طرف الحكام بداهي لمسة يد للاعب زكريا الهبطي. فاحنا غادي نوصلوا لنهاية المباشر باش ننتقل لزاوية اخرى نقربكم اكثر من الاجواء.